دايما بنسمع كده العبارة بتاعت أشهر العالم الفلاني من الغرب إسلامه، فتلاقي بقى إيه بقى يعني جولات وصولات من التصفيق الحاد، وفي لوحة بتبتل من البكاء بعد ما العالم الفلاني ده يطلع يقول لنا إيه، أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص. ونلاقي بقى المواقع الإسلامية بتفاخر شديد بتنقل كلام وبينسب عنه. طبعا واحد من أهم الناس اللي دايما بيصدعونا بيه ده هو جيفري لانج. فهتلاقي ان موقع من المواقع الاسلاميه لقيته نائل ما هو نصا الكلام الاتي ده: في لحظه وميض جاءت المفاجاه من القران عن طريق هديه من عائله سعوديه، ويصف لانج القران قائلا: شعرت انني امام استاذ علم نفس يسلط الاشعه على كل مشاعر مخبأه، كنت أحاول مناقشة بعض المشاكل فأكده أمامي بالمرصاد يغوص في أعماقي فيجعلني عاريا أمام الحقيقة. ده الموقع اللي طبعا بيتفاخر بأن أشهر العالم الترتاني والعلاني والعالم جيفري لانج إسلامه. طيب لو رحنا بقى لصفحة جيفري لانج على الويكيبيديا بالعربية هنلاقيها بتقول الآتي: ولد جيفري لانج من عائلة كاثوليكية، ودرس أيضا في مدرسة كاثوليكية، إضافة لحصوله على الدكتوراه في الرياضيات، وأصبح أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو، وكان في هذه الفترة ملحدا. وفي بدايات 1980 قرأ نسخة مترجمة من القرآن وأعلن إسلامه. طيب طبعا الحتة بتاعت بقى إيه إن هو قفله بالمرصاد وخلاه عريان والكلام ده مش موجود على صفحة الويكيبيديا. وهنا ده اللي يهمني النهاردة في نقاشي، موضوع الترجمات بتاعت القرآن. أنا هاخد محور انتشار الإسلام من محورين: محور الترجمة، وخليكم فاركين الكلمة دي كويس قوي علشان دي هتبقى محور رئيس عندنا، والمحور التاني الكبير اللي هنتكلم عنه هو محور الهجرة، سواء كانت هجرة شرعية أو لاجئين، ونشوف الأعداد وجايب لكم إحصائيات من 5 دول. رجوعا بقى لجيفري لانج، وده كان مثال يعني اللي احنا ضربناه ده. وطبعا انتوا لو طلعتوا وفتحتوا اليوتيوب وقعدتوا تعملوا بس سيرش كده على اشهر اسلامه او امرأة تشهر اسلامها او رجل يشهر اسلامه، هتلاقوا الاف الفيديوهات بتملأ فضاء الانترنت بالضجيج، وفيديوهات بنشوف فيها حشود وقدامهم ست او رجل ابيض طبعا، لانه لازم يبقى عينه ملونة عشان نحبه ونحب اسلامه. احنا ما بيفرقش معانا الرجل الاسمر، المواطن الاسمر ما بيفرقش معانا كمسلمين، تمام. اغنموا بنات الاصفر، لا يكاد يفقه ما يقول كده، وتلاقيه دايما بيقول اشهد انا محمدا رسول الله، وناس بتسقف وناس تكبر ونصرة للاسلام في بلاد الغرب الكافر، وتلاقوا الاعلانات شغالة على يلا ننشئ مسجد في دولة لا فيها اقلية اسلامية. او انا في لسه اعلان والله شفته طلع فيه فاضل سليمان، الاعلان هم طالبين ان هم يجمعوا مبلغ 3 مليون دولار. اه والله زي ما بقول لكم كده، الاعلان مغرق الدنيا. طلع لي يعني انا طلع لي على الفيسبوك عشان بس مره فتحته عشان اشوف اللينك ده بيودي على ايه وايه اللي بيحصل فيه، الفضول اكلني يعني. لقيت بقى ان هو التارجت اللي حاطينه 3 مليون دولار وتقريبا مجمعين نص الرقم اوريدي يعني، ها. وبيجوا يقولوا علينا احنا ممولين. بس رجوعا يعني، الاستاذ فاضل سليمان في الاعلان بقى بيقول لك ايه، تخيل ان انت لما بتتبرع ان انت بتبني مسجد في الارض، الله بتبرعك ده بيعمل لك قصر في الجنه. فتخيل لو كان انت تبرعت مش ان انت تبني اي مسجد في مثلا في مصر ولا في السعوديه ولا في المغرب ولا في تونس ولا في دوله اسلاميه، لا انت بتبني مسجد في دوله فيها اقليه اسلاميه وما فيهاش مساجد خالص. شوف بقى ربنا يجازيك ازاي، مقاوله مقاوله، التجاره شغاله مقاوله، انت قاعد بتتاجر مع ربنا. مهم، وانا النهارده زي ما قلت لكم هعرض لكم بالمصادر زي ما عودتكم ليه الغرب بيشوف ان الاسلام بيتجه اليه، وممكن يكون في ناس بتتحول للايمان بالاسلام. خلينا نخش في الترجمات اللي موجوده. الايه الاولى اللي انا بعرضها اليكم النهارده هي الايه اللي بتقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله إن الله عليم حكيم. رحت الموقع قرآن.com قلت أشوف كده، تعالى يا واد يماني
تعال نشوف الآية دي مترجمينها ازاي. موضوع نجس ده، كلمة النجس دي مترجمة ازاي؟ فلقيت الآتي، وانا هقرركم الإنجليزية، وللناس اللي لا تفقه الإنجليزية هعيد ترجمة النص اللي بالإنجليزية اللي هم نشرينه، بس ترجمة حرفية زي ما هم كاتبينه، ونسمع بعد كده الفرق ما بين الترجمة اللي هم قايلينها واللي هم كاتبينها وما بين النص الأصلي. فالآية اللي فاتت دي بتتكتب كالآتي: All believers، اللي هي يا أيها المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا. The polytheists، إنما المشركون، اللي هي إنما المشركين، are spiritually impure. كلمة نجس بقت إيه؟ spiritually impure. يعني إيه ترجمة spiritually impure؟ روحيا غير طاهرون. فإحنا كلمة نجس اتحولت لروحيا غير طاهرون، وده هنا أصبح مش ترجمة للنص، ده أصبح ترجمة للتفسير، لواحد من التفسير للنص. فتحولت كلمة نجس لspiritually impure. شوف 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 النعومة في الكلمة، شوف الحلاوة. أنا حاسس إن أنتوا شعر ديكوا وقف وأنتوا قاعدين، أنا حاسس الناس تحت كل شعر ديها وقف، وكان بتكبس كده، عمالة تكبس تكبس، وبعدين وقفت مش قادرة من هول الجمال وعظمة التعبيرات اللي بيستخدموها. يا حبايبي، ده على موقع قرآن دوت كوم، وده واحد من أقدم المواقع اللي موجودة في فضاء الإنترنت لترجمة من الترجمات المعتمدة للقرآن. يعني أنت أول ما بتكتب بالإنجليزي غالباً ده بيطلع لك أول واحد، في الأغلب دي أول واحدة بتطلع لك في الترجمات اللي أنت بتبقى بتدور عليها. ليه؟ لأن الموقع قديم وعلى السيرش انجن اوبتمايزيشن، أو إن هو تحسين جودة البحث، معمول عليه شغل كويس، فهو ده أول واحد بيطلع. فأنا لو أنا قاعد في أوروبا غالبا لو انا بدور على ترجمه اي ايه انا بقراها في القران او انا عايز اوصلها في القران، اول موقع هيطلع في وشي هو ده. الموقع ده معمول من سنه 91 او 92 حاجه كده، يعني تقريبا ممكن يبقى نص الناس اللي قاعده في البث ده الموقع ده اكبر منها. المهم نكمل ناخد الايه الثانيه. حابين تسمعوا الايه الثانيه؟ نخش الايه الثانيه دي اصلها كمان جميله قوي: وكواعب أترابا. دي الآية اللي بتقول وكواعب أترابا. هو إيه كواعب أترابا دي؟ ده وصف للحور عين، وصف الأزدقهم، إن أزدقهم مدورة زي الإيه؟ الأتراب اللي هو الصدر، والكواعب إن هي مدورة كده وشكل مش عارف اوصف ازاي، حد يساعدني في الوصف المنهيل ده. لا المنهيل ده انا حقيقي شبه الرمان. ايوه كده. شكرا حقيقي يا جماعه. طيب كواعب واطرابه دي بقى اللي هي ايه في الترجمه حبايب قلبي الحلوين، مترجمينها ازاي؟ and full blossomed maidens of equal age. كلمتين، ها احنا انتوا فاكرين كنت بقول ايه؟ كواعب واطرابه، كلمتين ترجمه and full. سيبك من and دي، full blossomed maidens of equal age، خمس كلمات. اللي هي ايه بقى ال full blossomed maidens of equal age دي؟ تحولت كواعب واطرابه ان هي بقت الترجمه بتاعتها ايه؟ عذاره مكتمل النضوج من سن واحد. نكح التفسير خالص وبتاعك بعيد. لسه تمسوح، لسه التقيل جاي ورا. بقول لكم الغرف بث النهارده ضرب نار بس، فايه الناس تشير كده وتكبس. الايه الثالثه: والنازعات غرقا. النازعات غرقا، والنازعات غرقا. لو حسبنا حرف الواو يبقى احنا كده عند نادر. اسف من الكاميرا يا نادر. طب لو حذفنا حرف الواو يبقى لو حسبنا حرف الواو يبقى احنا عندنا كده ثلاث كلمات: والنازعات غرقا. صح؟ بعرف عد تقريبا. طيب بصوا الترجمه بقى: By those angels stripping out of evil souls harshly. By those angels stripping out evil souls harshly. تمن كلمات ترجمة، تمانية. لما نيجي بقى نترجم الترجمة تاني
يبقى والنازعات غرقا دي سبحان الله اترجمت بقت ايه؟ وبالملائكة الذين ينزعون الأرواح الشريرة نزعا شديدا. النزعات غرقا بقت ليه ازاي؟ الملائكة الذين ينزعون الأرواح يا حبيبي انت مش عارف تترجمها، انت مش لاقي لها ترجمة، انت بتحاول ان انت تدلس لان القرآن مش مفهومه. فبيعملوا ايه؟ بيعطلوا. فبيعملوا ايه؟ بيترجموا التفسير مش بيترجموا القرآن. في فرق ما بين ترجمة النص وترجمة التفسير. حضرتك المفروض ان انت تترجم ترجمة حرفية وعايز تشرح، تشرح بالانجليزية، تشرح يعني ايه تعمل تفسير وتترجم التفاسير المعتمدة وتسيب كل واحد يشغل مخه. لكن ان انت تقوم مترجم لي التفاسير على ان هي قرآن، ده قمة التدليس. ليه؟ لان التفاسير دي اصلا مختلفة. يعني انت والنازعات الغرقة دي فيها 16 قول، يعني في منهم اللي بيقول النازعات دي اللي هي الحصنة مش الانجلز. فانت حطيت منين كلمة انجلز دي اللي هي ملائكة؟ جبتها منين ملائكة دي؟ ده واحد من المعاني ماشي. طبعا زيها والسابحات سبحة بتتحول لإيه؟ and those gliding through heavens swiftly. فالسابحات سبحة سبحان الله كده بشقلباز فكري اتحولت، وهؤلاء الذين يسبحون في السماوات سباحة. بيجيبوا الكلام ده منين؟ طيب نخش في الآية الخامسة، ودي حلوة قوي بقى، دي هتعجبك انت تمسوح. انا عارف ان الآية دي انت ناس كتير قوي اتخانقت معاك فيها انت وجادو. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيها حسنا. الآية بتقول لك إيه؟ حتى إذا بلغ المغرب الشمس، لغاية ما هو وصل عند مغرب الشمس وجدها تغرب، لقاها إن هي بتغرب، بتغرب فين؟ في عين حمئة. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب او اما ان تتخذ فيهم حسنا، يا اما تعذب الناس دي يا اما تتخذ فيهم حسنا. دي كده ايه الشرح بالمصري سريع كده. شوف بقى الترجمه ونسمع ونتفنن وننبسط سوا كلنا. الشباب انا مش شايف الشات الماسوني، فلو ما تكلموني لو حد بعت لي حاجه يبقى يديني تنبيه بس. طيب بيقول لك ايه بقى؟ until he reached the setting point of the sun which appeared to him to be sitting in a spill of murky water where he found some people we said O Zulkarnain either punish them or treat them kindly. فتحولت الآية بدل ما كلمة وجد وجدها الرد تغرب. على الشبهة آه. الرد على الشبهة. رد على الشبهة في الترجمة على طول كده أول بأول كده. طب سوح احنا لسه هنستناك ان انت يشتم عليك الأمر يا راجل. ده كلام فعلا كده، مترجم رد على الشبهه مش مترجم الايه. فتحولت انت ان هي حتى اذا بلغ مغرب الشمس ووجدها تغرب في عين حمئه، بقت ايه سبحان الله؟ حتى بلغ نقطه غروب الشمس والتي بدت له كانها تغرب في عين حمئه، في عين ماء ضبابيه او يعني عين حمئه، لانه حتى ميركي ووتر دي برضو يعني برضو فيها كلام. بس انا هنفوت لهم ميركي ووتر دي بالنسبة. حتى بلغ نقطة غروب الشمس، ايه حتى بلغ نقطة؟ فين؟ فين نقطة غروب الشمس في الآية؟ مش شايفها والله. أين هي التي؟ إنني لا أراها. وفين التي بدت له كأنها دي؟ appear to him دي، appear to him دي جبتوها منين؟ فين في الآية appear to him؟ ماشي يمكن جايز، معلش يعني أنا يمكن أنا يمكن بتصيد لهم، يمكن أنا بتصيد لهم وخلاص مش هنلاقي حاجة تاني. ولا هنلاقي؟ لا هنلاقي عادي. اسمعوا دي بقى لكل النساء هنا، انا الايه دي بقى لكل النساء اللي هنا اللي موجودين، الايه دي ليكم انتم مش لي انا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. طبعا ما فيش ست مش عارفه الايه دي، خاصه لو لا دينيه يعني. دي من اكتر الايات اللي بتكرم النساء يعني، تكريم كده من مستوى فاخر يعني. نسمع مع بعض بقى الترجمة للعظمة اللي أنا قريتها لكم دي. Men are the caretakers of women. الرجال قوامون على النساء بقت caretakers of women. ماشي. As men has been provisioned by Allah over women.
بما فضل الله بعضهم على بعض بقت بروفيجن. وانا هفهمكم اللي انا بقراه ده برضو عشان الناس اللي مش فاهمه بروفيجن دي معناها ايه. As men has been provisioned by Allah over women and tasked with supporting them financially. اللي هو بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا supporting them financially بما انفقوا من اموالهم. And righteous women are devoutly obedient. فالصالحات قانتات حافظات دي اهو I righteous obedient and when alone protective. ما طبعا when alone دي بالزيادة مش موجودة في الآية فوق. حافظ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما فيش when alone دي بس ما علينا. Protective of what Allah has entrusted them with. يعني هم حافظات للغيب بما حفظ الله اللي هي حفظ الله. And if you sense ill conduct from your women واللاتي تخافون نشوزهن. نشوزهن بقت ill conduct. ها نشوز بقى ill conduct. Advise them first. فرست دي مش موجودة في الآية. يعني هو قال لك إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فين فأولا عظوهن مش موجودة. If they persist. If they persist دي جبتها منين؟ اللي هو وراءه أصروا. يعني advise them first. If they persist. بعدها عم زود لك if they persist اللي هو بمعنى إيه؟ ولو أصروا. برضو دي مش موجودة فوق في الآية. Do not share their beds. اللي هي هجرهن. But if they still persist. ولكن لو استمروا في إصرارهم برضو دي مش موجودة في الآية. if but if they still persist فين في الآية فوق الكلام ده يا إخوانا؟ هي فعظوهن وهجروهن دايركت. و ما علينا نكمل. but if they still persist then discipline them gently. الله عليك واضربوهن. تحولت لإيه بقى؟ discipline them gently بالراحة كده خليك مؤدب ما تبقاش أوفر. أدبهم بلطف. but if they change their ways do not be unjust to them. اللي هي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Surely Allah is the most high, all great. إن الله كان عليا كبيرا. نقرأ الترجمة تاني بقى بعد الهلس اللي احنا ده ونقرأ الآية كده على بعضها بقى اللي هي ترجمة الترجمة. الرجال هم من يراعوا من يرعوا النساء لأن الله وكلهم على النساء بأمرهم بالصرف عليهم. والنساء الصالحة المطيعة بتقوى وإخلاص وعندما يكن وحدهم يحفظوا وينفذوا أوامر الله لهم. ولو وجدتم من نسائكم سوء تعامل فانصحوهن أولا. اللي هي نشوزهن بقت سوء تعامل. فانصحوهن أولا ولو أصروا فاهجروهن في السرائر. ولو استمروا ولو أصروا على عدم الانصياع واستمروا فإذا أدبوهم بشكل لطيف. إيه رأيكم؟ حلو. انتوا كنساء دلوقتي انبهرتوا اكيد. يعني انا لو مرأة غربية هقول يا ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ما هو اصل اقصى حاجة بقت مش اضربوهم. اقصى حاجة بقت ايه؟ ادبوهم بشكل لطيف. لطيف. حسسوا عليهم كده. خليكوا حلوين. طب ده اخر حاجة يعني؟ حنون. الرسول حنون. جدا. حبيبي يا رسول الله. طب ده اخر حاجة عندنا؟ مش هنلاقي تاني؟ لا هنلاقي. بس خلونا نكبس شويه كده ونجدد الكول بالمره. اقفل يا عم الحاجات دي. معلش يا ماني بما ان انت توقفت التنويه عن التكبيس لما هي ديسيبلين ذيم جنتلي هي المفروض تقول له هاردر ولا تسيبه عادي؟ المفروض تقول له او بيبي. ديسيبلين ذيم جنتلي. طب خلينا نرحب بدكتور ليلى كمان. ازيك يا دكتور ليلى؟ اهلا يا دكتور ليلى منوره الدنيا. اهلا وسهلا مرحبا بيكم. اهلا وسهلا. انا وسعد ماجد وجيزن ونادر ودكتور سمسوح. هلا 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 وغلا. ماني انت عندك صح لما قلت انه في القران. انا عندي ترجمه بالفرنسي ومش زي اللي بالعربي. الكلمات متغيره وحتى المعاني متغيره وكلمة ضرب ما هيش موجودة في القرآن اللي بالفرنسي. احنا لسه هنستنى مفيش ضرب يعني. خلينا نستمر طيب في المقدمة علشان لما تنزل على بعضها. ناتالي معلش هستأذنك. تحياتي ليك بس هستأذنك نحط ميوت. شكرا. طيب نخش بقى على الآية السابعة اللي جايبها لكم النهاردة. آية برضو عظيمة جميلة
يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك التي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك، ها؟ وما ملكت إيه؟ يمينك، مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. شوف بقى الترجمة الأوروبي، ها؟ الشغل الأوروبي انظم. O prophet، يا أيها النبي، we have made lawful for your wives to whom you have paid their، ما بين قوسين زيادة بقى كده كلمة، ها؟ زيادة، full dowries، اللي هي ايه؟ يا ايها النبي احنا احللنا لك ازواجك التي اتينا اجرهن، فاجرهن دي بقت فول، الفول دوريز، خلاص، as well as those bond women، اللي هي ما ملكت ايمانك. bond women دي كلمة للاسف يعني مش امينة في الترجمة، لان هي بتحمل اكتر من اسلوب للفهم. يعني الكلمة ذات نفسها هي كلمة قديمة في الإنجليزية، لأن دي كانت بتستخدم في العصور الوسطى، وبتحمل أكتر من معنى، قد تحمل معنى الخادمة، قد تحمل معنى الجارية، قد تحمل معنى المملوكة، قد تحمل معاني كتير كده، كلمة ضبابية مش واضحة. Whom Allah has granted to you، you're allowed to marry the daughters. طبعا you're allowed to marry دي مش موجودة، يعني هو اللي موجود فوق وبنات يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عماتك على طول، مفيش you're allowed to marry، دي زيادة من عندهم مش موجودة في النص الأصلي. The daughters of your parental كذا 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 also allowed for marriage is، allowed for marriage is دي تدليس رسمي، اللي هي بقى إيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، الوهبة مش زواج يا معلم، إن واحدة بتوهب نفسها للرسول، واهبات الأنفس دول مش متجوزين الرسول ولا يعتبروا أمهات مؤمنين، أمهات المؤمنين اللي اتجوزهم الرسول بس حصرا، ملكة أيمانه مش أمهات مؤمنين، واهبات الأنفس مش أمهات مؤمنين، مين أمهات المؤمنين؟ اللي اتجوزهم فقط. فهنا الآية بتقول لك إيه؟ also allowed for marriage is a believing woman who had who offers herself to the prophet without dowry. without dowry دي برضو زيادة، اللي هي بدون مهر، يعني هنا خلى ان هو ايه، قال يعني في نوعين جواز، في جواز بمهر اللي هو الجواز اللي هو كان مكتوب عليه ومنصوص فوق، وفي جواز تاني من غير مهر بس، يعني ده الفرق الوحيد اللي ما بينه وما بين الجواز التاني. يا شيخ لا، مش هو ده الفرق الوحيد، لان واهبات الانفس، لان الزواج لازم يكون في شهود، واهبات الانفس لا يشترط الشهود، ما ده يشترط كمان رد على الشبهة يا مان. اه بالظبط، التفسير ده كمان رد على الشبهة بس. أو هو بيتلافى الشبهة قبل ما تبقى موجودة أصلا، احنا مش لسه هنخليك يبقى عندك شبهة. فلو هنقرأ الآية تاني كده بالسريع، يا أيها النبي لقد أحللنا لك زوجاتك التي دفعت لهم كامل مهورهم أو أجورهم، يعني بس هي مكتوبة مهورهم لأنه الدوري اللي هي المهور، كما أحللنا لك النساء التي في خدمتك بالإجبار. يعني هي دي أحسن وأفضل ترجمة لبوند وومن، في حيز أملاكك والتي وهبها الله لك، وأنت لك أن تتزوج بنات عماتك، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك التي هاجرن معك، وأيضا سمحنا لك أن تتزوج امرأة مؤمنة إن أردت بدون مهر، إن أراد النبي أن يتزوجها خالصة له وهذا متاح فقط لك دون عن باقي المؤمنين. تدليس رسمي، تدليس رسمي. الآية اللي بعد كده اللي أنا جايبها لكم، ودي هتبقى الآية الأخيرة في الآيات اللي أنا جايبها النهاردة، نساؤكم حرثا لكم، حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. اسمعوا بقى كمية التدليس اللي أنا هقوله ده، نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. الترجمة بقى بالإنجليزية، Your wives are like farmland for you، اللي هو نسائكم حرثا لكم، ماشي. So approach them consensually as you please. consensually دي جبتها منين يا معلم؟
الكونسنت ده انت جبته منين؟ اللي هو باذنهم. فين في الايه فاتوا حرثكم ان شئتم؟ فين بقى اذن الست في الايه؟ معلش مش شايفه فوق، انني لا اراه. فين؟ باذنهم دي يعني سيعكم مثل المزرعه لكم او مثل مزارعكم فاقتربوا منهم باذنهم كما شئتم. باذنهم كما شئتم دي فين بقى؟ فين في الايه فوق؟ بس احنا بنبيع ده للرجل الابيض، والرجل الابيض عنده معامله حسنه للنساء. الرجل الابيض ما عندوش نفس الاسلوب اللي بيستخدمه المسلمين ولا الرؤيه. فالرؤيه اللي فيها تساوي للمراه في اوروبا مش هتنفع تمشي. النسخه الاسلام بتاعنا اللي مكتوب في القران ده مش هيبيع هناك. نعمل ايه بقى عشان نخلي النساء تخش في الاسلام، وعشان نخلي الرجل الابيض يقتنع بالاسلام؟ ويا سلام على عظمه وحلاوه الاسلام. ندلس، نزود كلام من عندنا، نحط كلام زياده من عندنا، نحل سوره الاسلام. هما الرجل الابيض يحب ايه؟ عايز ايه؟ اخترعوا دين جديد يا اخواننا. ده مش القران، ده مش ما انزل الله، ده تدليس رسمي فهمي. وده بس اللي انا لقيته. يعني انا لو دورت انا متاكد ان انا هلاقي، ولو انتوا دورتوا ولو رحنا دورنا هنلاقي مش بس الايات دي، هنلاقي عشرات بل مئات الايات فيها مشاكل. فيها مشاكل واضحه وصريحه في الترجمه. لما انا بمجهود فردي اقعد ساعتين ثلاثه كده عمال بدور اطلع الايات دي بس، امال لو احنا مسكنا المصحف من الجلده للجلده وراجعنا الترجمه اللي موجوده هنلاقي ايه؟ النقطه اللي بعد كده بقى اللي انا حابب ان انا اتكلم فيها قصه الهجره لاوروبا. لانه دايما بيقول لك ايه؟ الاسلام الدين الاكثر انتشارا في اوروبا. طب احنا كده خدنا الناس اللي بتتحول للاسلام من الرجل الابيض. في بقى طريقة تانية للانتشار في الإسلام في أوروبا. لأن خلال العشر سنين اللي فاتت دي أوروبا استقبلت عدد كبير جدا من المهاجرين واللاجئين المسلمين. المصادر المختلفة اللي أنا دورت فيها بتقول، وأنا معتمد على بيو ريسيرش أو بي إي دبليو ريسيرش سنتر ويوروستات واليو إن إتش سي آر. أنا جايب المصادر بتاعتي دي من الثلاث مصادر دول، أوكي؟ بتقول إن الأسباب الرئيسية الهجرة دي كانت بسبب الصراعات والظروف الغير مستقرة في بلدان مثل سوريا وأفغانستان والعراق وكذا بلد في أفريقيا. وأنا جايب خمس دول من أوروبا اللي هي أوروبا الغربية اللي فيها استقبال أعداد. طبعا ده مش حصر، ده مجرد من خمس دول فقط في خلال عشر سنين فقط. وده ما بيعدش اللي هاجروا دول لما راحوا هناك وخلفوا، خلفوا قد إيه، ده بيعدوا بس اللي دخلوا. من منتصف 2010 لغاية منتصف 2016 في الفترة دي ألمانيا استقبلت 670 ألف لاجئ مسلم، وده بيخليها الوجهة الأولى للاجئين المسلمين في أوروبا. كمان استقبلت حوالي 680 مهاجر مسلم عادي في نفس الفترة. لحد منتصف 2021 ألمانيا كانت بتستضيف حوالي 1.2 مليون لاجئ، نصهم تقريبا من سوريا. المملكة المتحدة استقبلت عدد أكبر من المهاجرين العاديين مقارنة باللاجئين، مع تقديرات لحوالي 690 ألف مهاجر مسلم ما بين لاجئين ومهاجرين عاديين ما بين منتصف 2010 و 2016. فرنسا أكثر من نص مليون مهاجر مسلم وصلوا فرنسا من منتصف 2010 لحد 2016، معظمهم مهاجرين عاديين. البلد استقبلت حوالي 80 ألف لاجئ في نفس الفترة. إيطاليا 400 ألف مهاجر مسلم في المجمل، منهم 130 ألف كانوا لاجئ. السويد بالرغم من أن السويد بلد صغير استقبلت لوحدها 200 ألف لاجئ مسلم و250 ألف مهاجر مسلم ما بين 2010 ل 2016. التدفق الكبير ده طبعا كان ليه تأثير على التكوين الديموغرافي بتاع بلد زي السويد. بشكل عام تدفق اللاجئين والمهاجرين المسلمين في أوروبا كان كبير خلال العقد اللي فات. الأرقام دي بتعكس الاتجاهات الأوسع للهجرة الناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي اللي موجود بسبب الدين، لأن دول كلهم جايين من دول مسلمة، من الرابط المشترك ما بينهم كلهم هو الإسلام. طيب نقول الأرقام سريعا كده الإجمالي. ألمانيا احنا بنتكلم في 1.3 مليون، المملكة المتحدة بنتكلم في حوالي 690 ألف، فرنسا حوالي 580 ألف، إيطاليا حوالي 400 ألف، السويد حوالي 450 ألف. فالإجمالي بتاعنا حوالي بنتكلم من الخمس دول دول ومن الدراسات اللي أنا لقيتها بس، واللي معظمها لغاية سنة 2016 فقط، واللي كمان ما بتحصرش العيال اللي سافروا دول خلفوا قد إيه، لأن معروف تكاثروا تنكحوا فإني مباهم بكم من أمم، فما بيعدش كمان الناس دي خلفت قد إيه. احنا شايفين العينة صغيرة قد إيه، ومن الخمس دول فقط احنا بنتكلم على 3.5 مليون مهاجر.
يعني لو بنتكلم على الارقام الحقيقيه، انا بتهيالي ان احنا لو عديناهم لغايه 2024 او لو كان في مصادر، الرقم ده ممكن عادي جدا يبقى داخل في عشرات، يعني ممكن يبقى 15 مليون 20 مليون. طبعا انا ما اقدرش اقول رقم زي ده، بس انا بقول لكم من الدراسات اللي انا لقيتها ومن الارقام اللي انا لقيتها ومن الاحصائيات اللي انا لقيتها، احنا بنتكلم على ملايين قطعا قولا واحدا، في ملايين. طيب الزياده الرهيبه اللي حصلت في وقت قصير جدا ده بتخلي بقى المسلم اللي قاعد هنا في الشرق الاوسط حاطط رجل على رجله وبيسحب نفس الشيشه ويقول لك ايه، الاسلام الاكثر انتشارا في اوروبا. لا يا شيخ، عشان هو حلو وجميل. الاكثر انتشارا في اوروبا ليه بقى؟ بعمارة ايه بقى ان هو الاكثر انتشارا في اوروبا والاسرع انتشارا في اوروبا؟ ايه اللي خلاه بقى؟ اللي عنده حاجه تانية غير السببين اللي انا جبتهم، التدليس في الترجمه والهجره بسبب سوق المعيشه او اللجوء بسبب الحروب، لو عندك حاجه ثالثه يا حبيب قلبي يا غالي اطلع ناقشني، احب ان انا اتكلم معاكم. طيب خلوني اشوف بقى لو في حد معانا على المنصه حابب يزود حاجه او يتكلم في نقطه قبل ما نفتح المجال للمداخلات. حد حابب يقول؟ انا حابب اقول كلمه. طب ابتدي تمسوح كده اروح لك يا نادر. انا نقطه قصيره 30 ثانيه. التدليس مش بس انك تغير النص، انك تخفي النص، انك تخفي التشريعات، انك تخفي القوانين، انك تخفي عوار هذا الدين، هذا كمان تدليس. انك ما تقولوش لو غيرت رأيك في يوم من الايام انت حتموت يا حبيبي. انك المرأة ما تقولهاش انه شرعا انت بتتذربي، انه ميراثك هو النص، انه شهادتك هي النص. طيب تفضل يا نادر. طيب الحقيقة هو يعني برؤية اللي بيحصل ده، هو عارف ان الدين مش هينتشر غير بالطريقة دي، هو غير ملائم للمجتمع اللي هو داخل عليه، للمجتمع الاوروبي بأكمله. فكان لازم ان هو يعمل نسخة كاستمايزد خاصة بالتارجت اودينس الجديد، اللي هم مختلفين تماما عن الشعوب اللي عايشين في منطقة، اللي متصالحة مع العنف اللي بيحصل مثلا ضد المرأة. مصطفى ممكن تعمل بس ميوت؟ فمتصالحة مثلا مع العنف اللي بيحصل ضد المرأة والعنصرية اللي موجودة في الكتاب والتمييز اللي بيحصل ما بين المرأة والرجل في ده. فكان لازم ان هو يحاول يرقع ده بشكل من الاشكال، لان هو عارف ان التيم بتاعه للأسف مش هي محدش هيدخله لو عارف حقيقة. فكان لازم ان هو يدلس في حاجة زي كده. فشوفنا ان ايات ان اضربوهن اتحولت بقدرة قادر، بص حاسس عليها كده، طبطب عليها، اعتبرها قطة كده وبتاع، وطبطب وحاسس من بعيد. وشفنا وكواعب اترابا بتتحول بقدرة قادر برضه سبحان الله من تعبير جنسي بحت، لان هي بص هي هتبقى ستات من نفس الايدج اوكي، وهم عذاره. وهنا برضه لسه مش مدرك ان الغرب برضه عندهم مشكله في المفهوم ده، ان انت تقول ان العذاره دي هي جايزه وتقلل من اللي هم مش فيرجنز. فانت هنا برضه ستيل انت لسه عندك مشكله بالنسبه لهم، فانت محتاج انت تشتغل على نفسك اكتر لو انت فعلا عايز الدين بتاعك ينتشر. وبرضو لما الحته بتاعت اللي انت كنت بتتكلم عنها في الاول، المواطن الغربي الاوروبي بيبتدي يدخل الدين بتاعه، هل ده مثلا احساس بالنقص بتحاول تعوضه، تقول اصل في حد احسن مني داخل الدين بتاعه فتبتدي تتفاخر؟ هل احنا برضو اللي موهومين بالغرب، احنا اللي بنمشي وراه وبنلعق احذيته، ولا انت اللي منبهر وبص بتفتح صدرك قوي يا جماعه العالم الفلاني الغربي الفلاني داخل الدين بتاعي، اقتنع بالدين بتاعي، يعني المواطن الابيض داخل الدين بتاعي؟ طب ده دليل على ايه؟ هل احنا لسه هنناقش ونفكر مع بعض هل اقتناع الناس بالدين بتاعك ده دليل على صحه الدين او لا؟ فكر شويه كده مع نفسك، يعني مش كل مره هنقعد نتكلم في نقطه زي دي. في النهايه انا شايف ان خلاصه الكلام اللي هو اللي بيحصل في الدين ده والتحريفات اللي بتحصل فيه، هو في الاول وفي الاخر ده نجاح لينا احنا، ودي حاجه تنبسط احنا بيها، ان كل الافكار المتخلفه اللي كانت موجوده في هذا الدين بيتم تحويلها بشكل او باخر ان هي تكون مناسبه للعصر اللي احنا فيه. ده نجاح لينا احنا. هو ما عملش كده هو مبسوط، هو عمل ده وهو صغر، وهو بيحط كده الجزمه في بقه وبيغير في النصوص بتاعته، بيشيل النصوص الغير ادميه والغير مناسبه للعصر اللي احنا فيه دلوقتي وبيحط نصوص مناسبه للعصر اللي احنا فيه. فيبقى في نصوص بتساوي ما بينه وما بين المراه، في نصوص بتتشال نصوص كامله بتحد على الكراهيه ضد المراه، بتتشال نصوص كامله فيها عنصريه وتمييز واضح ما بين البشر. مستنيين بقى نشوف ده برضو في الاحاديث، احنا عندنا احاديث واضحه وصريحه ضد سود البشر، الناس ذوي البشره السوداء. فاحنا برضو محتاجين ان احنا نشوف ده برضو في الاحاديث. الموضوع مش مقتصر على الايات بتاعتك انت وبس، لا، في احاديث فعلا مش عايز اذكرها عشان تيك توك ممكن يعتبرها هيت سبيتش، بس فعلا في احاديث واضحه وصريحه بتقكر من الناس بعينها. فمحتاجين برضو نشوف الشغل ده في الدين في الاحاديث.
في النهايه انت عملت ده والجزمه فوق رقبتك، لان لو ما عملتش كده الدين بتاعك مش هينتشر وهيتم قمعه كمان، وهيكون مكانك السجن لو جيت تبشر بيه. زي ما فرنسا كانت بتعمل فتره من الفترات كانت منعت ايات معينه ان هي تتقري في المساجد، لان هي كانت مليانه هيت سبيتش وفيها تحريض وارهاب. فده نجاح لينا احنا، وانت بتعمل ده غصب عنك مش بمزاجك. شكرا.